بقول لك ايه كام؟ ايوه معاك شويه دولارات. ايه دولارات؟ ايوه شويه دولارات، انا محتاجه شويه دولارات. ليه الفلوس في مصر بقتش نافعه؟ مش ماشيه مع بتوع الخضار ومع البقالين ولا ايه؟ لا دي ماشيه اخر حلاوه. ها اتفضلي. اصل انا بقى محتاجه شويه الدولارات دول علشان فوزيه مسافره باريس ترجع اخوها، وانا عايزه فستان عليه القيمه. عايزاه عشان احضر بيه فرح والدي. عايزاه فستان يبقى مفيش اخوه في مصر كلها، وفوزيه ذوقها حلو. وفرح وجدي امتى؟ اما ينوي. بس هو يقول يعني بعد سنه اتنين تلاته. طب وفيها ايه؟ الفستان هيتحط بقى في الدولاب معزز مكرر لحد يوم الفرح. يا ستي موته تبقى فاتت. وبعدين ايه اللي يخليك تطلبي من واحده ست تشتري لك فستان؟ ما تشتري انت بمزاجك وعلى ذوقك. انت هتفرسني؟ انت بتغزني يعني؟ يا راجل ده انا عمري ما ركبت طياره، ده انا كل اللي روحته اسكن على راس البر، وده كان زمان. عندك حق يا فاطمه. تعرف انا بفكر في ايه؟ انا عمري ما عرفت ايه اللي في دماغك ولا ايه اللي في جيبك. بفكر اسوي معاشي واستريح بقى. يا خبر زي بعده، القهوه قعدتها عجبتك قوي كده؟ قهوه ايه بس يا فاطمه، احنا ما عشناش حياتنا خالص. تعرفي ساعات اقعد افكر في السنين اللي فاتت من عمري الاقيها كلها شقه، كلها الاول ولا تلميذ مذاكره ليل ونهار ليل ونهار، ولازم اخر السنه النجاح. وبعدين لما اتخرجت الوظيفه والماهيه العدمانه، وبعدين اتجوزنا ومن اول سنه كنا مخلفين وشايلين مسؤوليه الولاد شهر ورا سنه ورا سنه، يعني ما حسيناش بطعم الحياه يا فاطمه خالص. فانا بقول ايه، خصوصا ان انا الشغلانه اللي بشتغلها دي ما فيهاش اي حاجه، يعني بقول ناخد اجازه ونلف في بلدنا نتفرج عليها كلها، ايه رايك؟ بس انت عارف انها فكره كويسه بتاعت المعاش دي، يعني على الاقل تصحى من النوم على راحتك وتخلص بقى من اماره المديرين بتوع الحكومه. بس انت هتفضل كده من غير شغل؟ لا ده انت كده هيبقى دمك تقيل. اهلا وسهلا سعاده البيت، يا دي الليله العسل. بلا عسل بلا بصل، مش هاخد اللي في ايدي الاول؟ وتعب نفسك ليه بس يا يوسف بيه؟ اهلا وسهلا. طب هفضل واقف كده ولا هتقول لي اتفضل؟ يا بيه ما تقولش كده، امال اتفضل بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا منور يا يوسف بيه. اهلا يا سميحه. بنت يا سميحه. ايوه يا رضا بعمل الشاي. اهلا. شاي ايه؟ قولي شربات. عمنا وتاج راسنا هنا في البيت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا يوسف؟ ازيك؟ اتفضل اتفضل. انت تعب نفسك ليه؟ ده احنا اللي نيجي نزور. انا قلت والله اجي ازوركم كده مفاجاه عشان اشوف الحاله على ارض الواقع. يا اهلا يا اهلا منور يا يوسف بيه. ما تتحرك يا سميحه، شوف الاستاذ يشرب ايه. لا 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 انا مش عاوز اشرب. ايه ده انت بتكوي هنا كمان؟ ايوه باكوي هنا، اصل عدم المؤاخذه يا استاذ يوسف في كام عيله كده حبوا ان محدش غيري يكوي هدومهم، وهو الواحد بيسلي نفسه برضه. يا اخي بدل ما تسلي نفسك بالمكوى سلي نفسك كمان بواجباتك المنزليه، يعني خد مراتك فسحها على كوبري قصر النيل، هات لها مثلا كوزين دوره، قرطاس ترمس، عود قصب، بسكويت الدندورمه. لا قدامك يا ابا يوسف اسالها، لو قالت لك ان انا مقصر في اي حاجه اعمل فيا اللي انت عايزه. ما تصدقوش يا ابو يوسف، انا امبارح طلبت منه زلابيا. جبت الزلابيا؟ جبت الزلابيا. جاب الزلابيا؟ بس النهارده كان نفسي في تفاح. جبت التفاح؟ ما جبتش التفاح، قلت لها بعدين. ليه يا رضا بعدين؟ اصل عدم المؤاخذه يا استاذ يوسف، انا لما احب انزل اشتري حاجه لازم انزل اشتريها بزياده شويه، يعني مش معقول هنزل اشتري نص كيلو تفاح، ده حتى تبقى قله قيمه. وعموما اسبوع كده ولا اسبوعين وهبقى اشتري لها 2 كيلو تفاح. وفر فلوسك، ده خيبه في خيبتك وسط خايب. اسمعي يا سميحه، اي حاجه تعزيها او تطلبيها، ومش انت بس هو كمان، اطلبيها مني انا. انت مش هتكسف مني، لكن هو هيكسف. المحاولات شديده جدا لاختراق جهاز العداله، لكن مفيش قدامنا غير اننا نشوف شغلنا بما يرضي الله. خليك في القضيه بتاعتك يا وجدي. حتى بعد اللي حاصل في القطر يا فندم؟ قطر ولا طياره، واحنا مالنا؟ عشان تبطل مفعول ناس زي دول لازم يكون هناك ناس شرفاء يعرفوا ايه هو معنى العدل. واحب اطمنك ان رجل العداله لو حب يبيع نفسه يا دوب
هيبيعها مرة أو مرتين ده بالكتير، بعد كده بيكون بره جهاز العدالة. أصل يا سعادة الرئيس. لا أصل ولا فصل، روح شوف شغلك. أدخل. حادثة وفاة وقعت في المستشفى الأمير يا سعادة. ودي قضية جديدة بكلفك بيها، تطلع بيها على المستشفى الأميري، هتلاقي طفلة عندها 10 سنين ماتت، أهلها مقدمين بلاغ رسمي فيه اتهام صريح لدكاترة المستشفى بالتسبب في الوفاة. قالتها ميؤوس منها من البداية، أهلها عاملين الدوشة دي كلها علشان سنها صغير 10 سنين تقريبا. هو يعني ما حدش يموت إلا الناس العواجيز. البنت ماتت نتيجة حادثة، وحادثة بشعة كمان، دي وقعت من الدور الثالث. هي الناس متصورة إن اللي يخش مستشفى لازم يخرج منه سليم على رجليه؟ حضرتك متصور إن أي حد يدخل المستشفى لازم يخرج منها على نقلة؟ لا بس يعني أقول لك إيه يا دكتور؟ حضرتك اللي أشرفت على علاج المصابة؟ أنا فندم كنت ضمن طقم كامل من الأطباء، وعلى العموم الطب الشرعي موجود يقدر يحدد إن مفيش أي إهمال أو تقصير مننا، وكمان يقدر يحدد سبب الوفاة. من فضلك أنا عايز كل السادة الأطباء اللي شكوا في علاج المصابة. يا فندم مش هتسمع منهم أكتر من الكلام اللي أنا قلته. يعني أفهم من كده إن في اتفاق مسبق بينكم ومن بعض على الأقل؟ يا فندم المسألة مش مسألة اتفاق مسبق أو غيره، المسألة إن مفيش أي تقصير أو إهمال مننا، كمان التشخيص بتاع الأطباء كل واحد، وده اللي أنا الإجراءات السليمة للنيابة تستلزم سؤال الدكاترة. تحت أمرك، والحمد لله إن الدكاترة كلهم موجودين. تحب أدخلهم لحضرتك واحد واحد ولا كلهم مع بعض؟ ده طالما مطمن لسلامة الموقف يبقى كلهم مرة واحدة. تحت أمرك. دكتورة برضو نفس الأقوال؟ أنا عندي أقوال تانية. البنت ماتت بسبب الإهمال، وفي تزوير في تحديد ميعاد دخولها المستشفى. البنت وصلت المستشفى الساعة 9:30 تقريبا، ومحدش شافها إلا بعد ساعة، وكانت محتاجة نقل دم سريع لكن ما حصلش. دكتورة صح، انت بتخرفي تقولي ايه؟ من فضلك يا دكتور، ده تحقيق نيابة، وكلامك يكون معايا انا. ولما اسالك يا فندم الدكتوره لسه مبتدئه ما تعرفش حاجه. احنا مش عايزين دكتور عشان تعمل عمليه جراحيه، احنا عايزين نعرف منها الحقيقه. دكتوره، في بينك وبين اي حد من الزملاء اي خفات او ضغائن؟ ابدا، بس زي الدكتور ما بيقول انا لسه مبتدئه، ومش معقول ابتدي حياتي المهنيه بالتستر على جريمه تكون ضحيتها طفلة بريئة. هو اسم حضرتك بالكامل؟ سحر منصور عبد الرازق. هل لديك أقوال أخرى؟ لا، من فضلك ممكن أمضي على أقوالي علشان أمشي؟ لا تخدعكم المعاملة اللينة التي وجدتموها لدى رجال أمن الدولة، فهم تلاميذ إبليس يمكرون ويتحايلون ولا صديق لهم، ونحن هدف لهم، فوهات بنادقهم مصوبة دائما إلى صدورنا، وهم يرصدون كل خطوة نخطوها ولن نمكنهم منا. الآن نتباعد ولا نفترق، لن نجعل من أنفسنا قفص الدجاج الذي تسعى إليه ثعالب أمن الدولة. نفترق في الظاهر وفي الباطن نحن رجل واحد. ونلعب سلام مصباح. هم سابوك ليه؟ فاهمة، اسمعي انت، انا عشان عايز مصباح كلمتين بس. واحد اتكلم معاه هنا؟ طب ما يطلع لك فوق وتقول له اللي انت عايزه. يا ستي تقول هما كلمتين والمساله ما تستاهلش. اتفضلي انت. هتتاخر؟ هروح على القهوه وبعدين اجيلك على طول. ساعه ولا اتنين بس. طيب. انت مش عايز تسمع الكلام ليه بس؟ انا بقلق عليك جدا. لا تقلق على مسلم صحيح الاسلام. ابني مسلم صحيح الإسلام، لكن عشان أنا بقلق عليه. يا مصباح، ابني دين كله يسر، أنا مش عارف أنتوا بتصعبوه ليه. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، في كلمة واحدة، جملة واحدة شديدة له. سفيان بن عبد الله سأله قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له إيه؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهل نترك الفساد في الأرض؟ يا ابني دي مهمة الأنبياء وأولي الأمر، وانت لا من دول ولا من دول. الفساد موجود في الدنيا لحكمة إلهية. أمال إبليس ده موجود ليه؟ تعرف لو مفيش خير وشر كانت حياة البشر تبقى مختلفة خالص خالص. ما تنساش حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في معاصي وخطايا ترتكب برضه.
لم يكن يسكت عليه لأن الرسول ولي الأمر. يا مصطفى، هل أنت سمعت أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخلفاء الراشدين سمعت عن جماعة من المسلمين مسكوا واحد مذنب في الطريق وجلدوه؟ مش ممكن أبدا. بالمناسبة دي عايز أحكي لك حكاية عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كان خليفة المسلمين شاب نفسه امرأة خاطئة خاطئة، ومع ذلك مش أبدا يوقع عليها العقاب أبدا. ليه؟ لأنه هو شاهد واحد والشرع يطلب 4 شهور. طب دي مش مسألة سهلة تعمل كده. لا يا ابني، بلاش تظلموا الإسلام بالإضافة لظلمكم لنفسكم. أقول لحضرتك إن أنا همشي من هنا. على فين؟ أرض الله واسعة. فعلا أرض الله واسعة، بس في حاجة مصباح عايز أقول لك حطها على أفوالنا. إذا مشيت دي معلش أنت ماشي على هواك مش هتفلح أبدا. كلمتين دول افتكرهم، افتكرهم قوي وأنت في أرض الله واسعة. الواد مقتنع بكل كلمة بقولها له، إنما جواه نوع من المقاومة مش عارف إيه سببها. لابد فيه مصلحة أو هدف خفي أو ضغط من نوع معين. دي حاجات مؤكدة، لكن ليه ما حدش فيكم جاب سيرة اليهود والحركة الصهيونية؟ الحركة الصهيونية علاقتها إيه باللي إحنا بنقوله ده يا أستاذ يوسف؟ لو رجعتوا التاريخ يا حضرات الأفاضل هتلاقوا إن الإسلام عمره ما انهزم إلا في الحالات اللي كان بيحارب فيها نفسه. عندكم طبعاً أمثلة كتير، الخوارج وكل الملل والطوائف اللي قاعدة تغير وتبدل في الدين على هواه، كل ده شغل اليهود عشان يقلبوا الناس على بعضها. والله جايز كلامك يكون صح يا يوسف بيه، واللي بيساعد على كده الأمية الفظيعة اللي ماسكة بخناق الناس والاستعداد العجيب للاستجابة لكل نزعة دينية حتى لو كانت متطرفة. يا جماعة في حكاية لفتت نظري. كباريه في شارع الهرم بقاله سنين وسنين، فجأة اتبنى جنبه جامع. ممكن حد يفسر لي الحكاية دي؟ مسألة مفسرة نفسها. يعني اللي بنوا الكباريه يختشوا ويقفلوه؟ لا هيختشوا ولا هيقفلوه. الكباريه موجود بحكم القانون، واللي بنوا الجامع عارفين كده كويس قوي. لكن الغرض هو ايه بقى؟ ان احنا نحط البنزين جنب النار. الجامع جنب الكباريه علشان تتولد شرارة وتبقى حريقة، ولهدف سياسي مش ديني. صح. المقصود عمل مشكلة، الجامع ولا الكباريه؟ ناس طبعا هتقول لك الجامع وناس طبعا هتقول لك الكباريه. لكن انا عاوز اساله، الراجل اللي بنى الجامع ده ما كانش لقى حتة بعيدة عن بؤرة الفساد دي وبنى؟ يعني انت حريص على وجود الكباريهات والخمارات يا وجبيه؟ انت يعني شايفني مقطع السمكة وديلها في الكباريهات والخمارات علشان احافظ على وجودها؟ بس انا يا جماعة رأيي ان محاربة الفساد عن طريق اغلاق اماكن الفساد مش دايما بتبقى ناجحة. يعني افرض مثلا ان احنا قفلنا الخمارات العلنية، هنعمل ايه في المواخير السرية اللي هتظهر؟ قدام كل خمارة او كباريه بيافطة هنلاقي 10 كباريهات ظهروا من غير يافطة. يعني انت موافق على وجود الخمارات والكباريهات؟ بالعكس انا ضدها على طول الخط، انا عايزها تتقفل. لكن ازاي؟ بان الناس الرواد يبعدوا عنها يكرهوها. طبعا ده مش هيحصل الا بعد توعية دينية واخلاقية قوية ومستمرة تأثر في وجدان الناس. دي طبعا مهمة رجال الدين. المشايخ في الجوامع بيكلموا الناس في الجنة والنار وعذاب القبر، لكن ما بيكلموش ابدا في مشاكل الحياة. الظاهر ان المسائل دي مش على هواهم. كتير قوي من رجال الدين عندنا للاسف مجرد موظفين، وانا رايي ان الموظف ما يقدرش يحمل عبء رساله زي دي ابدا. والدين دعوه ورساله مستمره. لو كان في ناس مؤمنين بالمنهج ده ما كانش حصل الفراغ اللي احنا عايشين فيه، واللي يخلي ولد زي مصباح ابن عتريس يفسر الدين على هواه ولا هوا غيره. بالمناسبه يا استاذ يوسف، ايه اخبار الداعيه الشيك ابو بدله اللي انت بتحضر دروسه؟ يوه ايه، انت لازم تسمعه يا كامل. ده حكايه سحر جاذبيه، كلامه يعني او كانك بتسمع موسيقى بسيط. ايوه لكن بيقول ايه مثلا في الدين؟ تعرفش، انما انت لو سمعته مش هتيجي القهوه ابدا. عباد الله وحدوا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله.
الحديث اليوم ايها الاحباب عن موضوع جد، هو بجد ما هوش هزار. الحديث اليوم عن عذاب القبر. اللهم نجينا جميعا من عذاب القبر. يا احباب رسول الله، سيدة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول: وتعوذوا بالله من عذاب القبر. سألته هذه المرأة، سألت رسول عليه السلام المصطفى الحبيب، قالت له: يا رسول الله، أول القبر عذاب؟ قال إيه الحبيب المصطفى عليه أفضل وأسلم، قال: إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهاء. أعوذ بالله. يا أستاذ لا إلك. نعم يا سيدي. أنا حديث، هل ده حديث موثوق منه ولا من الأحاديث المنتحلة أو الضعيفة؟ أيوة يا أستاذ موثوق منه. النبي يقول صراخا تسمعه بهاء باين، ولا حضرتك قلت إيه؟ تسمع. انت بتطرها ليه يا استاذ؟ لما تسمع وانت ساكت. يا استاذ الفاضل، يا استاذ الفاضل، جبتوا منين الكلام ده؟ جبتوا منين ايه؟ يعني انا اللي مالفه؟ ما تسمع يا سيدي اللي كنت عايز تستفيد. سبحان الله. ايوه يا سيدي، متاكد ان ده حديث نبوي؟ ايوه يا سيدي. طيب تاخد الوزر. قلنا يا اخوان ان معنى الحديث ده انه اصبح من الثابت والصحيح ان هناك عذاب للقبر. ذوقك يجنن يا فوزية. اللهم صلي على النبي، حاجة كده تشرح القلب وعليها القيمة. مبروك عليك يا أبلة فاطمة. عارفة يا فوزية، ده أول فستان هلبسه من بر، عمري ما لبست حاجة مستوردة، لكن أعمل إيه؟ لازم يبقى عندي فستان يعني عليه القيمة زي ده علشان يوم فرح والدي. هو خلاص لقى بنت الحلال؟ لا، وغلاوتك عندي، لكن مسيره هيتجوز في يوم من الايام. ما انت عارفه الشباب الايام دي، وانت قاعده كده تلاقيه داخل وفي ايده واحده ويقول لك دي مراته. انا كمان لازم اكون مستعده. بس وجدي بسم الله ما شاء الله غير كل الشبان. ربنا بيعوض يا فوزيه، ضروري ربنا هيبارك لنا فيه علشان ما يخليناش نحس بخساره اخوه. قولي لي يا فوزية، صحيح المدعوقة دي اللي اسمها باريس دي، صحيح البلد دي قال يا اختي سهرانة كده ليل مع نهار زي ما احنا بنسمع؟ انت بتصدقي كلامنا؟ هناك المحلات بتقفل الساعة 7، وعلى الساعة 8 الناس بتكون في بيوتها، حتى المطاعم والقهاوي بيقفلوا الساعة 11 عشان الناس تلحق تروح شغلها بدري. بلدنا بس هي اللي بتسهر، احنا بنشنع بس عشان نداري. قبل فاطمة دي عشان حضرتك، والكيس ده عشان الأستاذ كان، وده عشان ود. بس ده كتير كتير قوي يا فوزية. ما تقوليش كده يا قبل فاطمة، احنا اهل، احنا اهل وعيلة واحدة. امال يا حبيبتي. المهم ازاي مجدي؟ وحمد لله على سلامته. دي خلاص خلاص ما مخدرات حشيش ولا افيون؟ هم بيعبوها في حقن منهم لله. ده هيبقى اسخن من جوز اختك اللي غرف في 60 داهيه. ده مش بعيد يبيحكوا الهدمه اللي عليكم. كنت لازم تسيبيه هناك مع مراته. وهي في مراته بقى سابته وراحت اتجوزت واحد عربي. ازيك يا وجدي؟ ايه اللي جابك بقى؟ انا سايب في مبنى النيابه، قولي ميعاد وصول القطر بتاعك دلوقتي، قلت ارجع استناك. خش استناك بس. الحقيقه وجدي عندي مزاد على جنيه فاكهه هنا في بنها، وقلت الحق اجي اشوفك. الورقه دي فيها عنوان مشيره مرسي. ايه؟ انسه مشيره. أنا عايز أقدم اعتذاري عن كل اللي حصل مني. أنا حقيقي كنت قليل الذوق، بس أنا من النوع اللي لما يغلط يصلح غلطه على طول. خلاص يا فندم، اعتبر إن مفيش حاجة حصل. حضرتك رايحة فين أوصلك؟ يا فندم إحنا لسه مصلحين موقف سخيف،
مفيش داعي نكرر موقف اسخف منه. بصراحه بقى يا انسه مشيره، انت دخلتي دماغي وعششتي في نفوخي، ولا يمكن اقدر استغنى عنك في يوم من الايام. ارجوك تقولي لي طلباتك ايه بالظبط وانا تحت امرك. طلباتي ان حضرتك تركب عربيتك وتمشي. حاضر، بس اننا ناخد وندي مع بعض في الكلام في التليفون يعني، لحد ما تتاكدي من صدق نيتي. طيب حاضر. استني. اتفضلي. ايه ده؟ ده عربون المحبه. وانا قبلت الهديه لشوقي. مجنونه دي ولا ايه؟ ايوه الانسه مشيره ساكنه هنا، بس للاسف مش عارف النهارده ايه اللي اقر. خرجت امتى؟ خرجت الصبح عادي، راحت شغلها. يعني بتشتغل؟ طب في العاده بترجع امتى؟ عمرها ما بتتاخر عن الساعه 4، بس للاسف مش عارف النهارده ايه اللي حصل. مشيرة، خلاصك عندي يا مشيرة. صدقيني النجاة ملهاش غير طريق واحد. إذا كانت الدموع دي دموع توبة فأبشر، فإن دموع توبة بتغسل الذنوب. مدام عفاف، أنا وجدي كامل سويلة، لقيت مشيرة. هي ساكنة هنا في فندق الأحلام، بس هي خرجت ورجع كمان شوية. لا أنا مستنيها ومستني حضرتك كمان. إيه تاخد العنوان؟ عارفاه؟ طب كويس أوي. طب أنا مستنيك، مع السلامة. إيه مشيرة؟ سألت ليه مش عايزة تتكلمي؟ قول مشيرة، ليه مش عايزة تقولي إن المجتمع سافل منحل كافر بالمعنى الحقيقي؟ أيوه، مع إني مختلف مع الأميرة بتاع الكفر، لاني شايفه مشير ان الكفر ان احنا ندوس على بعض، نسب ان احنا نخدع بعض ونعيش مجتمع الغابه، القوي هو اللي ياكل الضعيف. انت بتتكلم بنفس منطق اليساريين. ياكل، بس لازم تعرفي ان الكلام عند اليساريين مجرد كلام، علشان كده هيخسروا. الجماعه اتجاهها ديني ولا سياسي؟ ديني سياسي، لان الاسلام دين جهاد واستشهاد في سبيل الحق. مين ما يعرفش مقاومة الظلم الاجتماعي بالكلام؟ أفهم من كده إنكم تنظيم له أهداف محددة؟ طبعًا. طب مش واجب برضو قبل ما تطلب مني الانضمام ليكم تقولي إيه هي بالظبط أهداف التنظيم؟ كلمة تنظيم عندنا مكروهة، لأن الإسلام دين جماعة، فعشان كده إحنا بنفضل كلمة الجماعة عن كلمة تنظيم. عمر الأسماء ما كانت مشكلة. جماعة، تنظيم، مش كده. الهدف هو تغيير أوضاع المجتمع وإقامة العدل الشامل والحكم بالإسلام وإبطال البدع والمنكرات والجهاد حتى الموت في سبيل تحقيق الهدف. وعن قناعة تامة وإيمان راسخ. يا مشيرة، احنا دلوقتي بنموت ببطء من غير لا دور ولا هدف. فيها إيه بقى لما نموت وعلشان هدف؟ حاجة واحدة مصباح وكلام التامة بقى مش مسيح. ايه يا مشيرة؟ اللي الكلام ده يكون حقيقي، مش مجرد كلام، كل وجهة بتدار وراها. طمني يا مشيرة، احنا اشداء حتى على انفسنا. وانا مستعدة اجي معاك، بس اعرف الاول على اي اساس؟ على اساس لو وفي ان احنا نكون زوج وزوج. ابو زي عشان خاطري ابوس ايدك، اخوكي تعبان قوي عشان خاطري. ابو زي البيت ده محترم وهيفضل طول عمره محترم، مفيش حقان مننا، مفيش. ولو اصر او عمل اي حاجه حملنا غلط. ايوه حملنا غلط. انا مش محتاج ان هو في الحاله دي. هو يا اختي اللي محتاج لنا والله. بتكلم يا اختي. انا بتكلم بس على طريقتي، على طريقتي. كان لازم اصرخ، لازم اصرخ، لازم
أنا مش عارفة أنا صرخت ليه؟ صرخت ليه؟ الله إحنا بندفع من ذنب مين بالظبط؟ مين؟ تفضل يا سيسكي. سكان اللي ما سمعت الصراخ افتكر ان جوز اختك رجع يعمل لكم مشاكل، فاضطريت اقول له على المصيبه الجديده اللي جت لكم دي. المصيبه تهون لما تكون جايه من بره البيت، هيجي يوم ونخلص منها، لكن المصيبه لما تتولد جوه البيت هتبقى مصيبه كبيره. هذا ولا انا فوزية، معلش معلش، لكن انت كنت بتصرخي ليه بالظبط؟ بتصرخي ليه؟ فوزية خبت الحقن ومجدي تعبان قوي. انا ما خبتهاش، انا خسرتها كلها. فوزية انت كسرت كل الحقن حقيقي؟ ما قدرتش يا استاذ كامل اخسرها، ما قدرتش. اسمعي بقى، هاتي حقنة واحدة بس وكسري الباقي كله. أنا عايز أتكلم مع مادة كلمتين عن الفراد من فضلكم، ما تخسرش. مش عارف أتكلم معاك إزاي وأنت في الحالة دي. المرض أقوى منك، منك خلاص استسلمت له خالص. اللي كان يهمني إنك الليلة تقضي من غير أكل، سبب مهم جدا إنك بكرة الصبح لازم تروح المستشفى. مجدي يا ابني، أختك لما راحت وراك باريس عشان ترجعك كانت بتدور على الأخ، على السند، على الحماية بعد الغرب اللي شافوه. ما كانتش بتفكر أبدا إنها هتجيب معاها مشكلة جديدة تزود المرار اللي في حياتهم. تعرف يا مجدي، لو أنت فضلت معاهم هنا في الشقة دي بحالتك دي يبقى معناه إيه؟ يبقى معناها يا ابني، وأنا آسف جدا، معناها إنك مت. جثتك موجودة معاهم في الشقة وهم قاعدين جنبها يعيطوا بليل ونهار، وأظن أنت ما ترضاش أبدا أبدا بحالة زي دي. عشان كده يا ابني، أنت بكرة الصبح لازم تختار، ما حدش هيجبرك على حاجة أبدا، أنت اللي لازم تختار، إما أنك تروح المستشفى وإما أنك تروح المطار. وبعدين في حاجة لازم أقولك أخيرا يا مجدي، بلاش يا ابني تظلم إخواتك أكتر من كده. لغاية دلوقت ضيعوا عليك كل عمرهم وانت عايش، بلاش يا ابني ضيعوا عليك بقيت عمرهم وانت ميت. هي متعودة تتأخر قوي كده برا؟ دي اول مرة، انا مستغرب. فين شغلها؟ ما تعرفش؟ الحقيقة ما اعرفش. طيب ممكن تدينا المفتاح بتاع الاوضه بتاعتها، يمكن لها اي حاجة تدلنا على مكان شغلها. هو في شغل لحد دلوقتي؟ دي الساعة بقت 10:30. عموما المفتاح تحت امركم، اتفضلي. وبايعك على السمع والطاعه، في العسر واليسر، وفي الضيق والفرج، والله على ما اقول وكيل، وانك على ما اقول شهيد. انهضي. الان قد أصبحت واحدة منا، فإن النساء في الجماعة لا بد وأن يكن متزوجات، فهل تختاري أم نختار لك؟ أختار أنا. تختارين من؟ اخترت مصباح. مصباح. We'll be right back.